أنا لما بينزل برنامج صاحبة السعادة حقيقة ببقى لازق في الشاشة. أنت بتقلبي في التراث، وياريت بتقلبي في التراث بس، أنت بتقلبي في التراث الجميل. ولقينا فنانة فعلا بتقدم برنامج جميل تستحق لقب صاحبة السعادة. أنا بشكرك جدا، أنا بحبك جدا، مش بسيب لك حلقة أبدا. أنا عايز وأنا أعيل منك. أنا عايز أنت. كلنا سعادة واحنا بنشتغل على أي حاجة ليها علاقة بحضرتك وبصاحب السعادة، ومبسوطة جدا إني شفت حضرتك. الأكل ده أنا باكله، بس إن أنا أكله معاكي. أنا كان نفسي أشوفك من زمان، أنتِ نورتي قلبي. طب أقول لك إيه بعد كل الكلام ده؟ أهلا بأعزائي المشاهدين، مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب، أنا النهاردة في منتهى السعادة، وده وسام على صدري إن أنا في أحضان صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس. نورتي. أو أنت. صاحبة السعادة الاثنين والثلاثاء الساعة 11 مساء على CBC.